صار هلا وقت فقرة إحصائية منسية، وإحصائيتنا لليوم رح تحكي عن 3 أمراض بتهدد صحة الإنسان ولكن لا نتوقعها في الغالب. فمثلا نقلا عن موقع فوكس الألماني، في كتير من المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس بخصوص بعض الأمراض، مثلا مثل الاعتقاد بأنه الرجل لا يصاب بسرطان الثدي، أو مثلا أنه أمراض هشاشة العظام محصورة على النساء. فمثلا رح نفوت بتفاصيل بخصوص هشاشة العظام. جسم نحيف مع ظهر مقوس، هيك الواحد بتخيل الصورة النمطية عن الشخص المصاب بهشاشة العظام، ولكن هذا المرض لا يصيب فقط النساء مثل ما يعني متوارد ومتعارف، إلا أنه هو بيصيب الرجال أيضا، فحيث أظهرت بعض الإحصائيات بأنه الرجال يصابون بهذا المرض وبكثرة. كمان في عنا مرض تاني اللي هو سرطان الثدي، عليه دائما يعني صورة مغلوطة، صورة نمطية مغلوطة، ولا لا؟ صح 100%. في كمان موضوع كثير مهم، سرطان الثدي هو سوري سرحت حالة. لا لا لا، أنا مش بس على يعني مش على الكونسبت هذا، على على فكرة إنه قديش الحملة كلها بتكون موجهة للنساء. صح. حتى هذيك مره انا اختي عم تتناقش، فهي بتقول لي حلا ليش كل شيء انه اوكي اللون هو زهر، بس تقول لي ليش كل شيء وعجينه يعني كل شيء يعني وجه المرأة، يعني هذا انه مرات بستغرب انه يعني ممكن الغلط في البداية كيف عم تكون الحملة، خليها تكون للكل. هي لازم تكون معممة، صح انا معك بهاي الشغلة، كان بدي احكيها كمان، بس يمكن انه هو بيصيب النساء بنسبة اكبر من الرجال، فيمكن عشان هيك هم موجهينها للنساء، ولكن زي ما قلتي لازم تكون الحملة موجهة للطرفين للرجال كمان. صح. ايش كمان عنا امراض عليها صورة مغلوطة؟ سكتة القلبية. ايش سكتة القلب؟ يعني في كثير من النساء ما بيعرفوا انه يعني هو السبب الاول لوفاتهم بيكون السكتة القلبية، امراض القلب والاوعية الدموية. بيرتفع عدد المتوفيات بهذا المرض خاصة لعمرهم اقل من 55. يعني انت ما عم تحكي عن عمر كبير انه هاي رح تصير معها سكتة قلبية، لا عم نحكي عن النساء اللي بعمر اقل من 55، فبتعتبر لسه انه صغيرة. فاهمة كيف؟ بتعرفي صح اللي عم تحكيه، لانه الصورة اللي بذهني هلا وانت عم تحكي دائما على مرض السكتة القلبية او الجلطة انها مربوطة بالرجال. يعني من الدخان او من انه على الاغلب بيصيب النساء، وهيك عم تقولي السبب الاول لوفاتهم. بالضبط. في اشياء بتكون مغلوطه، مش مربوطه، يعني مش مربوطه بس على الرجال، نفس ما السرطان الثدي مش بس حكر على النساء. طيب انا بدي احكي لك شغله هلا، مرض اخر مهمش في مجتمعاتنا مع انه بيصيب نسبه عاليه من الاشخاص، اللي هو مرض الهيموفيليا. هو اضطراب نادر بيخلي الدم ما يتخثر بطريقه صحيحه، فبالتالي واحده من الاشياء اللي ممكن يعني تتاثر او يتاثر فيها حامل هذا المرض انه اذا انجرح ما بيلتئم الجرح بطريقه صحيحه او بسرعه زي اي شخص اخر، فانت بدك تقيسي. احنا عم نحكي على جرح صغير طبعا لها تبعات كثير كبيره. فانا كان من فتره تقريبا ببدايه هذا نهايه بالعطله هاي يوم الجمعه، كان في صبايا من مدرسه معينه عاملين حملة لأول إشي لزيادة الوعي عن مرض الهيموفيليا، وثاني إشي ليجمعوا بعض التبرعات يعني يساعدوا فيها الأطفال المصابين بهذا لأنه الوقت. قليل على فكرة ما يكون في يعني تغطية نحكي على المرض هذا، خاصة الأطفال. صعب الفيلم. صعب كثير، يعني في أنت بتحكي عن نسبة الأم قديش مسؤولية كثير كبيرة، أنت طلعت دايرة بالها اكسترا كير، عنايه مشدده اكثر على طفلها، لانه موضوع حساس جدا. فمنيح انه في ناس يعني عمالهم هلا بيتجهوا لانه يوعوا الناس على هذا المرض. تعرف عليهم مع بعض للصبايا هدول، 3 بنات وما بجننوا هلا بتشوفوهم بالتقرير، ومشيت معهم بالمسيره بدي افرجيكم كيف كانت الاجواء هناك. بانا ويارا ورنا 3 صبايا بالصف الثامن عملوا حملة للتوعية بمرض الهيموفيليا ومساعدة الأطفال المصابين بهالمرض. إحنا
احنا انا طلعت عن هذا المرض وهو الهيموفيليا عشان امي صديقه امي دائما بتنزل على الفيسبوك عن هذا المرض وعن كيف انه اولادها، وهي امراه كثير ناشطه على الفيسبوك. فانا سالت امي عن الموضوع وصرت استفسر، وبعدين اتصلت على صديقتها وصارت تحكي لي اكثر عن المشروع. فانا حبيت انه ادعم هالاطفال واعمل نشر توعيه عن هذا المرض اللي هو بالضبط اسمه الهيموفيليا. الهيموفيليا هو مرض وراثي. هلأ لما يكون الشخص مصاب بالهيموفيليا بيكون لما ينجرح الكلوتينج تاع الدم تاعه بيطول أكتر، وإنه بيسكر بيطول أكتر من الشخص الطبيعي. وهلأ يعني إذا كان الجرح مثلاً بالدماغ أو محل إنه سيفير يكون ممكن يصير يصاب الشخص بشلل أو بأي أشياء تانية إنه ممكن تضره. عملنا هاي المسيرة عشان نبيع التيشيرتس هدولا، وأخذ كانت سعرها 10 دنانير عشان نقدر نساعدهم بالأسوسيشن تاعتهم اللي هي الجمعية، ورح نساعدهم رح نعملهم غرفة لأنهم هم طبقة مهمشة بهذا المجتمع. إن شاء الله تكون هالمسيرة حققت هدفها ونشرت شوية وعي حول هذا المرض وساعدت شوي بمساعدة المصابين فيه، وإن شاء الله تكون خطوة ببداية طريق طويل نحو التوعية بالأمراض الموجودة بمجتمعنا. كتير حبيت كيف مدرسة هاي البنات ثلاثة كانوا يعني كتير داعمينهم، إنه إجوا البنات بفكرة وحابين يعملوا فيها خدمة لمجتمعهم، والمدرسة كلياتها من طلاب ومدرسات ويعني قائمين، أي حدا بالإدارة بهاي المدرسة كان داعمهم وهيك وإجوا وعملوا الإشي معهم، يعني كتير حبيت هاي الفكرة. فأنا بدي أحكي لك هلأ فاتحة موقع مكتوب عليه إنه أكبر يعني misconceptions أو أفكار مغلوطة بخصوص الصحة. فواحدة من الأشياء بعيداً عن الأمراض الأكثر جدية، بتعرفي كيف بيحكوا لك إنه إذا طقطقتي أصابعك وهيك إنه هذا الإشي بيخلق هشاشة عظام أو أرثرايتس وهي الأساس. فبيحكي لك إنه هاي مش صحيحة المعلومة، وإنه ما في أي أبحاث أو الأبحاث بيّنت إنه ما في أي يعني رابط بين إنك تطق أصابعك وبين إنه تصابي بأي مرض بالمفاصل. كنت تعرفي هالمعلومة؟ لا صراحة رح خلاص احنا متربيين على في اشياء معينة انه تعودنا عليها من احنا وصغار، فخلص بتضلها معنا طول الحياة. يعني مثلا اذا حد انحرق بحط معجون اسنان، يعني مثلاً. يعني وين الطب في الموضوع؟ طب في كثير اشياء مغلوطة، بس الواحد مع البحث والتعليم وكذا راح يصلحها للاجيال القادمة. هو الواحد يصير عنده وعي، يعني بحبش ما يقعد يصدق كل شيء بيقراه على الواتساب. في مثلا النباتيين، الناس اللي عم بيتبعوا نظام بس نباتي بيحكوا انه انا باخذ حبوب الحديد والزنك وهاي الاشياء بتعوضني عن اللحوم، بس بفتره معينه حيصير عندهم نقص فقر دم حاد. فهذا اشي برضه مغلوط، يعني الحبوب اللي بناخذها ما بتعوض عن اللحوم والاكل الطبيعي، فاهمه؟ يعني في ناس بيحكوا لا خلص باخذ الحبوب المكملات الغذائيه بدل الغذاء الاساسي. فبرضه هذا الشيء ما له دخل. هلا انا بحترم اكيد كل وجهات النظر ويعني بحترم اراده الناس اللي قادرين انهم يكونوا نباتيين، بس يا الله شو صعبه يعني اذا ما اكلت لحمه وجاج. طب اسمع احكي لك كمان معلومه، بقول لك اكل واحده من الاشياء المغلوطه الافكار الشائعه، ولكن هي شائعه شائعات. eating eggs أكل البيض سيء للصحة، مضر بالصحة. بقول لك في نظرية أو شائعة بتقول إنه الواحد إذا أكل بيض بصير عنده كوليسترول. أوكي. بس سني أقراها. ولكن هذه هي في الحقيقة شائعة. يمكن كتره أو يعني الكوليسترول الموجود في البيض بشكل عام كتير قليل نسبياً لإيش الكمية اللي ممكن تأذيك. فإذا ما أكلت مليون بيضة يعني تمام.
لازم دائما الوسط بالضبط، يعني ما ياكل 900 وحده لا، يعني بالعقل بيكون كل شيء تمام.